هي فرقة بونت بس والله العظيم، لو كنا شدينا نفسنا من الأول كده كانت العملية فرقت خالص. إيه رأيك في الماتش؟ يلا يلا نتصور، ده انا شرف ليا. يلا اهو اهو اتصور حبيبي حبيبي اهو. استنى بس لحظه يا ساقط بقى. يلا يلا يا ساقط يا ساقط يا ساقط. هلو 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 اهو. يلا 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 حاضر حاضر. يلا رايك ايه في الماتش النهارده؟ زي الفل. وكفايه ان الاهلي بيلعب بطل العالم. طب ان شاء الله ايه رايك؟ الثالث 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 ان شاء الله. الثالث ان شاء الله الثالث. يلا يا شباب يا شباب يا لو سمحت لو سمحت يا طيبين لو سمحت نبي طباع يا شباب. يلا الاجراءات مسافه مسافه يا مسافه يا طيبين. البس كمام البس كمام عدل يا طيبين. ارفع الكمام ارفع الكمام الكمام. حاضر الاجراءات الاحترازيه. حاضر اهو. انا بس مباشر. لينا لا لا مش عايزين نغلط في حد. انا بقى انا بقى الاهلاويه محترمين. انا كنت يلا والله العظيم انا وكتر كله. ربنا يخليك. يلا اهو تعال يا شيخ. ابو المعاطي فين؟ البس الكمام البس الكمام. الملعب اهو يا جماعه يا جماعه يا جماعه. يلا صور. مش عارف اعمل اللقاءات والله. يلا يلا حبيبنا موجود. يا ساقط يا ساقط يا ساقط يا ساقط. هنا هنا هنا. طب يا جماعه التقيكم في لايف جديد على كل الناس. بالله عليك نزل الماسك الثاني عشان عايزين يسلموا عليك. طب لحظه واحده. يا جماعه شايفين انا مش عارف امشي ف انا في مكان تاني. انت نازل يا كابتن ناصر رجع الماسك.